تمكن سائقو 5 شاحنات أردنية من مغادرة الأراضي السودانية صباح اليوم من بين 31 شاحنة عالقة في هذا البلد الملتهب منذ أسبوعين، حسب ما قال مدير هيئة النقل البري عبد الرحيم لوريكات لرؤية. كما أكد الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سنان المجالي أن البحث جار عن منفذ لعبور الشاحنات 26 المتبقية بالقرب من منطقة ميناء سواكن الحدودي السوداني. ولفت إلى أن الوزارة تتابع بالتنسيق مع وزارة النقل أوضاع سائقي الشاحنات الأردنيين في السودان لتأمين مغادرتهم في ظل القيود المفروضة هناك وحصر أولوية المغادرة بالأفراد. وكانت هيئة النقل نبهت أعضاء وسائقي نقابة أصحاب الشاحنات إلى عدم السفر إلى السودان في ظل تدهور الأوضاع الأمنية هناك. وأجلى الأردن 576 شخصا من السودان من بينهم 153 من رعايا 26 دولة شقيقة وصديقة. هذا وتتواصل المعارك في الخرطوم وإقليم دارفور غرب السودان على الرغم من الإعلان عن تمديد هدنة هشة هي الخامسة منذ اندلاع المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قبل أسبوعين. ومع صبيحة اليوم اندلعت اشتباكات مجددا قرب القصر الرئاسي وفي منطقة بحري بموازاة مواجهات متقطعة في أم درمان حيث تتمركز قوات الدعم السريع. وتبادل الطرفان الاتهامات بالبدء بالهجوم. أمميا، وبعد أن علقت أنشطتها في السودان عقب مقتل 5 من موظفيها، حذرت الأمم المتحدة من تعرض 50,000 طفل لنقص تغذية حاد في دارفور، لا سيما قرب الحدود التشادية. وينزح الآلاف من الخرطوم بعد وقوع قرابة 500 قتيل وسط انقطاع شبه تام لكافة الخدمات. في جديد قضية النائب عماد العدوان، رفعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حظر النشر حولها بحسب هيئة الدفاع عن العدوان المحتجز منذ 4 أيام على خلفية مزاعم بمحاولة تهريب أسلحة. جاء ذلك غداة رفض محكمة عسكرية طلبا لهيئة الدفاع بالإفراج عنه. ينضم إلينا الآن من الأراضي المحتلة وكيل النائب العدوان الأستاذ المحامي سامر السرخي. أهلا بك أستاذ سامر، كيف تنظرون إلى قرار رفع حظر النشر وهل ما زلتم ممنوعين من مقابلته حتى الأول من أيار؟ شكرا لك ستي. صراحة يمكن في تطور بالتحقيق فعشان هيك تم رفع منع الحظر وبالتالي سمح بالنشر بخصوص هذا الموضوع. نعم، يعني ماذا تعني بتطور في التحقيق؟ أثناء التحقيق بداية بتكون الأمور بالنسبة لجهاز الشرطة مش واضحة أو مش واضحة في المعالم بالضبط بالنسبة لهم، فبعد يوم أو يومين أو ثلاثة من التحقيق تتضح بعض الأمور، فبهي المرحلة ما ببطلوا بحاجة إلى منع النشر فبيعودوا بيسمحوا بالنشر، أما بالنسبة للقاء ما زال ممنوع أن نشوفه صحيح. نعم، لكن هذا منعكم من الجلوس مع النائب العدوان أليس مخالفا للقانون؟ طبعا هو مخالف للقانون العام والقانون الدولي ولجميع القوانين وأسس العدالة الطبيعية. من حقه المعتقل أنه أبسط حق من حقوق المعتقل أنه يقابل المحامي والمحامي يفهمه شو الحقوق تبعته وشو بيطلع له حسب القانون، ولكن نحن معتادين بالقضايا الأمنية على هذا النوع من التصرف أنه يصدر أمر منع لقاء. طبعا قدمت التماس بمحكمة العدل العليا لإلغاء أمر المنع، كان في جلسة يوم أمس في المحكمة. المحكمة بعد ما سمعت المرافعات وسمعت الأقوال الشرطة ومنها جهاز التحقيق قررت أنه في هذه المرحلة بدها تبقي على القرار بالمنع مع اللقاء مع سعادة النائب واللي تمدد ل 1/5. هذا قرار محكمة العدل العليا؟ بداية كان قرار جهاز التحقيق بمنع اللقاء معه لحديث إلى امبارح الساعة 12 بالليل، أنا قدمت التماس للمحكمة لإلغاء هذا القرار، المحكمة بعد ما سمعت الأطراف قررت أنها تبقي على القرار
وانه المنع ما زال قائم. وامبارح برضو اعلموا هم المحكمه انه راح يمددوا منع المحامي كمان لواحد خمسه ليوم الاثنين. نعم، هناك حديث حول شروط للافراج عن العدوان، ما هي ان صح ذلك؟ احنا كمحامي، يعني انا كمحامي بس في الملف وفي المحكمه وجهات التحقيق والقاضي ما لنا علاقه في هاي الشروط، يعني هم من ناحيه المحكمه في جهات التحقيق بتطلب تمديد للتحقيق من ناحيه موضوعيه ومن ناحيه قانونيه، اي جوانب اخرى المحكمه والشرطه والمحامين ما لهم علاقه فيها. نعم، ولا علم لك باي من هذه الشروط؟ لا لا لا، هم ما فيش حاليا من الناحيه القضائيه والقانونيه ما عندهم اي شروط، هم بالعكس هم يعني كانوا في بدايه الامر طلبوا تمديد 12 يوم لاستكمال التحقيق، انا اللي هو كان في جلسه في يوم الاثنين في المحكمه العسكريه انا اعترضت بدايه، ادعيت عدم صحه التفتيش والاعتقال، خاصه وانه الحكي هون عن نائب اللي هو عضو في البرلمان الاردني ولديه حصانه، ومن ناحية ثانية اعترضت على 12 يوم للتمديد انه هذه مدة طويلة جدا، بالذات انه في منع لقاء للمحامي مع المعتقل. بالنهاية المحكمة اعطت التمديد لثمان ايام يوم الاثنين. طبعا انا برضه قدمت استئناف على هذا القرار وطلبت من محكمة الاستئناف انه تطلق سراحه فورا او انه تنزل مدة الاعتقال. كان في برضه جلسة بالحيات في محكمة الاستئناف العسكرية بواصر. القاضي سمع الادعاءات والدفوع وبالنهايه قرر انه الثمان ايام في هذه المرحله يعني على خلى القرار على حاله ما ابنش يتدخل فيه كمان. نعم، محامي النائب عماد العدوان الاستاذ سامر السرخي، شكرا جزيلا لك. رأى خبير النفط عامر الشوبكي ان هبوط مؤشر الخام في السوق العالميه في الايام الاخيره لن يؤثر كثيرا على احتساب تسعيرة المحروقات محليا في أيار مايو المقبل، غير أن الشوبكي رجح زيادة نسبة خفض سعر السولر من قرش ونصف إلى قرشين وانعكاس انخفاض مؤشر النفط على تسعيرة حزيران يونيو في حال وصل هبوطه على وقع مخاوف من تباطؤ اقتصادات الدول مع جنوح بنوك مركزية نحو رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم. وسجلت أسعار الخام انخفاضين متتاليين الأسبوع الماضي قبل أن تتماسك نهاية الأسبوع، لكنها ظلت في أدنى مستوى لها منذ 4 أسابيع. الموسم المطري تخطى معدلاته السنوية في عديد مناطق الأردن، هذا ما أعلنه مساعد أمين عام وزارة الزراعة للثروة النباتية المهندس أيمن العوران في حديث لرؤية، أوضح فيه أن زيادة غزارة الموسم الحالي تسهم في تنشيط القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، خصوصا مع تقليل اعتماد مربي الماشية على الأعلاف وزيادة خصوبة الزراعات البعلية. الحمد لله زي ما شفت كميات الأمطار اللي هطلت، يعني في بعض المحافظات وصلت 120 و130% من معدل الهطول المطري العام، فالآن هذا كان له مردود على السدود، على الحصاد المائي. طبعا كما تعلم الحصاد المائي هذا يعني بيوفر فاتورة على مربي الأغنام أو المواشي بشكل عام، لأنه هذه الحفار المائية عملت لحتى يستفيدوا منها أصحاب الثروة الحيوانية. الآن المحور الثاني اللي هو الثروة النباتية، لأن الثروة النباتية إذا نتحدث عن جزئين، الجزء الأول هو الأشجار المثمرة وبالذات الأشجار البعلية مثل الزيتون، طبعا هاي راح تأثر على الإنتاج لأنه نزلت كمية أمطار والحمد لله ممتازة. الشغل الثاني أنه الآن في مزارعين وضعوا الأسمدة العضوية، الآن سقوط هذه الأمطار راح يحلل هذه الأسمدة العضوية وراح يستفيد منها النبات. الشغل اللي أهم من هيك أيضا رافق الموسم الشتوي الماضي اللي هو انخفاض درجات الحرارة، مما أدى يعني القضاء على بعض الآفات اللي بتظهر كل عام.